تصورنيش. هو خليني. بغيتش تصور؟ خليني. واش راه عندك شويه اتساع تما؟ راك مزيان؟ خليني. مروه راك مزيان؟ فيك النعاس. ياسمين فرحانه تولي لهولندا؟ واه. ميشيل توحشتي هولندا شويه ياك؟ واه توحشتي. وانتايا توحشت هولندا؟ خليني. انتايا اقول نيشان قول شويه ودابا خليني. يلا بغيت. السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في هذا الفيديو. ان شاء الله غادي نمشيو لطنجة باش ندوبو الباطو ان شاء الله. بقاو معنا. عجبتكم طنجة؟ زوينة؟ هادي الطاجين. سمعتو كيقول الطاجين الله يدرس مع ياسمين. ياسمين شنو قلتي لها انت؟ الطنجر. هادي الطاجين. هادي الطنجر. هادي الطاجين. ماشي الطاجين. هادي هادي الجميلة الجميلة. وهادي الطاجين. واخا الطاجين. هادي الطاجين. طنجة هي طاجين. مزيان. الراس ديال الطاجين. وهادي بطاطا. هادي بطاطا. فيها الحم. الحمام اشوف هذه البطاطا ناعسه عليا. مرمر ولا بطاطا؟ مرمر ولا بطاطا؟ خوتي اللي بغى يعمر البلان قبل ما يقبض الباطو غادي يلقى هاد البومبه ديال افريقيا في الخرجه ديال القصر الصغير ديريكت اللي جايه بحوالي 8 كيلومتر قبل ميناء طنجه المتوسط. واللي وصل الميناء بالليل وبغى يشد لوطيل كاين هاد لوطيل اللي الاسم ديالو قصر المجاز اللي كيتواجد حوالي 2 كيلومتر قبل الميناء واللي بتنا فيه حنايا. كما كتشوفوا معايا هنايا البيت كاينه هذه كبيره عائليه اللي جديناها حنايا الثمن ديالها كان 90 اورو. وكاينه هذه صغيره الثمن ديالها 55 اورو. كما كتشوفوا كيتواجد فيه المسبح والصراحه الحاجه اللي عجبتنا فيه هي انك تدخل الطوموبيل للكراج لداخل. وبالنسبه للفطور داخل في الثمن ديال 90 اورو على حساب العائله كامله. وعلاش ما بغيتش تبقى في المغرب عاد؟ حيت كلشي مشى لهولندا. بقيت غير نتايا في المغرب؟ توحشت صحابك. توحشت صحابك في هولندا؟ الحومة ديالك؟ مشيت تلعب معاهم كورة بلاي ستيشن؟ بالكم تما دور فاينا. بالنسبه للباطو حنا جينا في الشركه نتاع باليريا وعلى حسب المره الجايه ما غاديش يكون الاختيار ديالنا الاول هو هذه الشركه حيت دارت بينا شي 6 سوايع ديال الروطار. وبالنسبه للاجراءات في هذا الميناء ديال الجمارك او الديوانه ما فاتتش 20 دقيقه. خوتي درنا ديريكت واحد الوقفه في الميريا باش ناكل شويه نعمر شويه الفريشه ياك وموراها نقولو الدراري ان شاء الله الدراري غادي ينعسو يمكن في الطريق ياك تاكلو تعمرو فريشه تنعسو قصرو. دابا خاصكم غير الويفي. خاصكم غير الويفي. معليش دير داونلود. دير داونلود عندك التليفون عامر؟ ايوا انا واحد شويه غنقبض الطريق غنبات فايق هاد الليله انا ما فيا ما نقبض لوطيل صافي غنقبض ديريكت الطريق
حتى غدا نقولوا لونطو ان شاء الله. صافي اوكي يلا صحتكم. هذا راه مريض مسكين، هذا راه مكمل فرعك البكتيريا في المغرب ياك. ها راك غير تسلك كل مره يقول لي الطبيب الطبيب. مغرب خطاره والله والله. كما كتشوفوا معايا دابا الكيلومتراج راه 6800. دابا راني سكت الكيلومتر الاول، دابا ان شاء الله غادي نكملو الطريق والله يوصلنا على خير. هنايا كتشوفوا معايا راه 6800، راه هادي شهر ملي درتو على الزيرو. تمشينا ديك الساعة واحد 2500 كيلومتر حتى لطنجة، من رطوطم حتى لطنجة، وموراها اللي بقى فوتناه في المغرب. يعني في المغرب سكنا 4300 كيلومتر. هيا دابا طريق مدريد ياك، تبعو معايا الطريق، طريق مدريد. عندنا لاباري هنا كتسخن الماء 150. خوتي من بعد واحد 4.5 سوايع درنا واحد الوقفة على حساب خاصني نصاوب الحليب للولد. كما كتشوفو معايا هنايا كنصاوبو غير في السيارة، كندير الماء يسخن. دابا نوريكم هنايا، شوف نوريكم معايا هنايا، راني تمشيت شي 575 كيلومتر من الخزيرات حتى لهنا. دابا حتى تشوفوا البلان راه قريب مشالي، غنمشيو نعمرو ليسانس هنايا ولا المازوت. كما كتشوفوا اخوتي هذا واحد ستاشيون من ستاشيونات اللي كيتواجدوا في هذا الطريق، وهاد السيارات اللي كتشوفوا فيهم راه اغلبيتهم ديال المغاربه. كنظن لقينا واحد البلاصه حدا الريستورا واعره، هنا الريستورا حدانا، الناس غاديه وجايه، الوليدات مكمشين. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيداير اخويا لاباس عليك؟ الحمد لله. يلا صباح على خير. انا بعدا نعست وإلا شويه صافي. يلا شوفوا معايا هنايا راه 10:56، كلنا عزنا واحد 6 سوايع. اوكي يلا نوض نمشيو نغسلو وجوهنا. شري شي حاجه اللي عجبتك. كاين اللي غادي يعجبو هاد المنظر هذا في الطريق، كتلقى بزاف ديال المغاربه كيكونوا في ستاشيونات بحال هكا يبيعوا البطيخ. السلام المغرب. السلام اخويا، مسموح نصور البطيخ؟ تصور وصيفطنا. راه حنا قول لي تنجمعوا المسجد ياك، اللي يقدر يعاوننا شي بركه قرب لهم التصويره. الله يحفظك، شكرا. 800 يورو اللي عندك صرا. هاد التلة شحال حسبتها؟ شحال حسبتها التلة؟ 25 أورو، شحال فيها من حبة؟ فيها شي 9 الحبات؟ أه. تاكل؟ أودي عطيتني الكاطو، الله يحفظك. دوق دوق مع راساتك دوق. يلاه. راه قال لك الغنم ديال صبيانية قال لك فيها المرض. ياك. ديال المغرب أحسن من ديال اسبانيا. ياك. إيه. ايوا المعمول حنا 18 عام حنا عايشين في اسبانيا. قال لك الغنم كيف هو؟ عندها عندها عرقها مع راسها. يلا ارسلنا في اللايف صقر شي مليار تاتا، ارسلنا عامين 2 مليون نتهناو من هاد البطيخات. انت بغيت تبني غير المسجد؟ انا على الجامع، انا عايش على المسجد مانزاناريس، الله يجعل البركه. ياك هذا هو اللي كاين. ايوا من بنى الله من بنى مسجدا في قولها من بنى مسجدا يذكر فيه اسم الله بنى الله بيتا فينا الجنه. دابا راه كاين اللي تنطلبوا كاين اللي تيتيق تيدير لنا شي بركه. ولكن كاين شي حد ما تيتيقش، واش فهمتي؟ تيقول هذا بغى يجمع وبغى يدير بهم الديور في واد زم، وراه بقى الدار نص حزير ونص ضالع. وشكرا سلم عليهم كاملين. شكرا جاليه كامله في هولندا. في هولندا. جزاك الله خير. اوروبا كامله. خوتي حتى في اسبانيا شي مرات كيكون رخام، بحال هادشي اللي جبناه هنا كامل ما كاملش 10 اورو.
شديها هكا في فرنسا 10 اورو ها انسى يمكن تذوب ال 20 اورو ولا ما تزيدش. كما شفنا في الاول كانت 6800 كيلومتر عند الخوزيرات، دابا تمشينا قريب 1000 كيلومتر، راه 7000 قريب 800 كيلومتر. دابا حنا قريب للحدود نتاع فرنسا. كما كتشوفوا اخوتي الشتاء شحال ما قربنا فرنسا وزدنا طلعنا الفوق بلجيكا وهولندا، شحال ما كتلاقاو مع الشتاء، شحال ما كتلاقاو مع البرد. شوفوا دابا شحال راها 17 دوغري الحرارة، وهنا يراها 3.37 درجة. دابا كندوزو على مناطق جبلية، مناطق رائعة للجمال زعما الصراحة. الجهة نتاع سان سيباستيان مورا الحدود بايون بوردو. كما كتشوفو معايا دابا حنا خارجين من هاد النفق. الجبال ندخلوا في نفق اخر عاود، خرجوا من هذا النفق عاود ندخلوا في نفق اخر عاود. الطريق هادي غادي هكا حتى الحدود ديال فرنسا. طلع لكم الكاميرا الفوق. خوتي هذا البياج الاول اللي غادي نخلصو من بعد 1000 كيلومتر 15 اورو راه كاين. غراسياس. دابا كملوا الطريق خوتي، دابا راح ندخلنا لفرنسا. جيت باش نعمل المازوت هنايا صراحة، نورمال كان خصني نعمر في اسبانيا لان الفرق ما بين الاثمنه في اسبانيا وفرنسا كتكون شي مرات كبيره. بحال دابا الفرق في المازوت راه 35 سنت، ولكن صراحه ما حسيتش كاع حتى صبت راسي راني دخلت فرنسا. دابا ماشي مشكل بالنسبه للناس اللي عندها ريزرفوار كبير بحال السياره ديالي، من الاحسن تعمر في اسبانيا، وهاد القضيه هادي كيعرفوها اغلبيه نتاع الجاليه. خوتي غير في الحدود خرجنا في مدينه بايون اللي جايه في الحدود، مشينا تقدينا شويه على حسب الماكله نتاع الطريق، الكمانه نتاع الطريق. ايوا جبنا الوليدات شويه الشيبس حلوه وداكشي المناظر باش ما يقنطوش في الطريق. دابا راه واقفه بيا الطريق هنايا، دابا تقريبا شي ساعه ولا كما كتشوفوا في التليفون هنا. هذا الخط الاحمر كله فيله يعني بوشون حابسه، احنا غاديين غير ب 10 15 5. دابا راه حنا في الساعه هنايا تقريبا وبنادم عيان خوتي زعما الصراحة. كاين شي ناس كيحسبوها كتقول لهم زعما راه الطريق 2500 كيلومتر كيحسبها ديريكت راك جاي 25 ساعة، ولكن لا راه كيكون فيها بحال هكا البوشون كما كتشوفوا. الطريق كتكون حابسة، كدوز على مدن كبار كتصيب الطريق حابسة بحال هكا، كتوصل الباطو عاوتاني كتلقى عاوتاني الدحاس تما، تقدر تستنى بزاف بحال هاد المرة هادي
بقينا في الباطو تما 6 7 السوايع وحنا كنستناو. يعني هذاك الشيء راه كتعيا الصراحه السياره عاوتاني شي مرات كتحتم عليك باش عاوتاني تنعس في السياره لانه ما كتلقاش لوطيل بالليل. ايوا ان شاء الله دابا كنوصلوا ميساج على حساب الجاليه اللي كتضرب الكيلومتراج باش توصل لبلادها ودوز كاع هاد الطريق كامله. وكاين اللي سبحان كيبقى امبان في الطريق، كاين اللي كيصرى له شي حاجه اللي ما نقدروش نتصوروها، راكو عارفين حوادث ولا الله ينجي اي واحد. ايوا ميساج للناس المعنيه. دابا راه حنا دايزين على مدينه بوردو كنسلموا على الجاليه كامله اللي كتسكن في مدينه بوردو النواحي. حنا راه حنا بعاد عليكم كما كتشوفوا هنا لتحت، باقي لنا عاد واحد 1021 كيلومتر 9 سوايع و 41 دقيقه عاد نسوقوها. كاين شويه ديال البعد، انتم بعدا قرابين للمغرب. الساعة راها 2:15، مشينا دابا شي 1900 كيلومتر، باقي لنا 380 كيلومتر مدينة روتردام. حنا دابا راحنا شي 26 ساعة في الطريق، دزنا على مدينة باري دابا. بصح الصراحة كتعطي بزاف 70 و90 والكاميرا تاع الجهد. من الأحسن الواحد يحترم السرعة اللي كيطلبو منك باش تتفادى البروسيات. دابا باقي لنا كما قلنا 400 كيلومتر تقريبا، وراه 2 ديال الليل، خاصكم تنعسوا اولادي صافي؟ واخا ياك؟ حيت غدا ولا بعدا عندكم مدرسة ياك؟ ايوا نعسوا شوية باش بلاتي مع الستان فيكم ضربوا واحد الدوش في الدار وتنعسوا في البيت ديالك صافي؟ ناشطين؟ ياسمين ناشطة؟ هشام؟ يلا تصبحي على خير يا بنتي. يلا تصبحي. هذه الحدود ديال هولندا، لا ديوانا لا والو. سمحوا لي نشعل الضوء. اللي بغيت نقول لكم شوفوا الطريق من الخزيرات حتى لروتردام ولا حتى لهولندا ما تلاقيناش كاع مع الديوانه. وانا الحاجه اللي بغيت نقولها لكم خوتي، يمكن عندي اكثر من 20 مره وانا كنقول هذا الطريق هذه ديال المغرب، وما عمرو ما ريدوني الديوانه لا في فرنسا لا في اسبانيا لا في بلجيكا لا في هولندا. واحد الموضوع اللي بغيت نطرحه زعما النقاش هو علاش زعما كنقبضوا الطريق هذه 2500 كيلومتر حتى للمغرب، وغير كتدخل للمغرب كتصيب ديريكت لي جوندارم تما ولا البوليس، حبس ارى الوراقي، زيد 10 كيلومتر اخرى 20 كيلومتر حبس ارى الوراقي، وانت هي كتكون في عطله وما كان غير ديرونج. هاد النقطه هذه للنقاش خوتي، اللي عنده شي تعليق عليها يكتبوا لنا في التعليقات الله يرحم لكم الوالدين. دابا راني باقي لي واحد 50 كيلومتر نوصل ان شاء الله مدينه روتردام المدينه ديالنا. 2275 كيلومتر اللي تمشينا خوتي حتى روتردام، هذه هي الدخله نتاع روتردام. راه عندي الزاج موسخ والماكمل لي. ياسمين يلا هود يلا لا فامي داروا لنا شويه تقضيه، شوف الثلاجه
حتى هي عمروها، داروا لنا الطارطه هنايا. شتو لا فامي ديال بصح، نقاو لنا الدار. يلا طلعت ناس، يلا الدوش هو الاول مورها النعاس ياك. غدا ان شاء الله نمشيو للطبيب ياك ان شاء الله، راه مريض مسكين. يلا مروان دوش خوتي، حتى لهنا وغادي نشكركم جزيل الشكر على المشاهده ديالكم. الله يحفظكم كاملين، حتى الفيديو الجاي ان شاء الله. السلام عليكم.